السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر. اليوم عدنا لكم مجددا في لعبة وارباس. طبعا نحاول نختم المستوى هذا اللي احنا فيه، كنا بالمستوى الرابع حاليا وصلنا المستوى الخامس، بنحاول نوصل على المستوى السادس. بس يعني مثل ما انتم متأكدين او مثل ما انتم عارفين، يعني حاليا صار صعب نوصل جلسة واحدة على المستوى السادس. ما بديش اطول الفيديو صراحة لانه الفيديوهات الماضية كانت طويلة شوي، ما اعرف بس الفيديو يكون طويل الناس بتمل وما عادش حدا بيتفرج. القصد ان احنا نحاول نوصل للفيديو للمستوى اللي بعد هذا، المستوى اللي احنا فيه حاليا، احنا بالمستوى السادس. بس قلت لكم يعني صراحه انا ما صحش حدا يلعب على المحاكي، يعني بس قاعد بلعب على المحاكي عشان التسجيل، يعني بس عشان ميزه التسجيل، عشان يوم اسجل على الموبايل تطلع الشاشه طوليه، فالافضل التسجيل على اللابتوب. بس القصد اني ما صحش حدا يلعب على المحاكي لانه اللعبه بتصير ممله وبتصير بطيئه جدا، يعني اذا بحركه ايش شوف بتقطش تقطيشه بتعل الواحد. وبعدين في بعض الميزات، يعني لحد الان هون ما طلعوا ليش المهمات اليوميه، مش متاكد يعني صراحه هم ما طلعوش مهمات اليوميه لانه ما فيش مهمات يوميه هون يعني باللعبه تبع الموبايل، بس مش معقول يعني نفس اللعبه، ولا لانه بعد ما وصلتش على المستوى يعني اللي المفروض يبينوا فيه المهمات اليوميه. بس خليني اخذ المكافآت يعني بعدين اذنكم. المشكله ما فيش كبسه واحده لكل المكافآت، يعني بدك تضغط تفوت عليها واحده واحده حتى تاخذها. طيب هاي اخذنا كمكافاه، بس خلينا نبحث عن النفط كمان. خلينا اخلي الشاحنه تروح تجيب لنا نفط او مصاري. طيب نشر. طيب خلينا نروح مهمات الفصل، نحاول نستفيد قدر الامكان من مهمات الفصل، بلش نحصل شويه مصاري عشان نرقي شو اسمه المركز. طيب قوم بدراج وحده 5 نجوم، خلينا ندرج هاي الوحده، هاي الجيش. طيب مش الحال، هاي خلصنا مهمه. طيب خلينا نعمل تدريب انا. طيب ضل مهمتين يمكن او ثلاثة. قومي ترقية الوحدة الى مستوى 5، مستوى 3 احنا بعد مستوى 3. طيب هاي فرق سبيرين في كل واحدة. طيب وصلنا مستوى 5، يعني صراحة ما بديش اتجاوز المستويات المطلوبة، يعني لأنه إذا تجاوزت المستويات المطلوبة بصير أستهلك شغلات بجوز أحتاجها بالمستقبل، عشان هيك أنا برقي بس لحد المستوى 5، ولا فيني أرقي أعمل تقييم المستوى اللي بعده بس. طيب هاي حصول عليه. طيب هسا بلشنا بالغزوات، المشكلة بالغزوات يعني صراحة يعني فائدتها شبه معدومة، يعني بس هي عبارة عن عملية حماسية، انك بدك تهجم على بعض الخنادق او تقوم بعملية يعني حماية لبعض الحصون. بس يعني ما بعدش عليك بفائدة كبيرة، بس مع ذلك ما فيش مجال قدامنا مجال غير نسويها. هون عندنا مكافأة الغزو واكمل الغزوة. واحد من اثنين، طبعا الغزوات يعني راح تاخذ وقت طويل صراحة. هاي الغزوات. طيب معركة موسكو. روح خلينا نروح على معركة موسكو. طيب كويس انه حاليا قاعد بكتب الترجمه بالعربيه ظابطه، بقول لك مزقت انه عربي ظابط. I get to Moscow now. Scouts patrol the city. Commandos get ready to fight. طيب هي اول معركه بتكون سهله، بس المشكله يعني صراحه علقت بمعركه اسمها معركه التوله، اضيق ضليت فيها بطلع شيء 3 ايام 4 ايام ما عرفت شلون بدي اسويها، بس يعني طلع لازم ارقي مستويات كثير جدا، يعني يعني وصلت لمستوى يمكن 15 بالضبط حتى مش الحال. طيب خلينا نهجم هسا، احنا بس بدنا نهجم. قوات رافن تم تدميرها للصفر من 6، يعني لازم ندمر 6 وحدات من وحدات رافن. هجمنا وحداتنا كلها. طيب خليني اقرب لكم للشاشه شوي مشان تشوفوا بعض الحماس، بس مشكله شوف شوف شلون الصوره، شوف شلون. طيب فيكتوري، بس يعني لا تفرحش كثير انك شفت فيكتوري لانه هي اول مرحله، يعني اول جزء من الغزوه، الغزوات طويله شوي. Raven have concentrated all their forces in Moscow. طيب يلا It's a race against time. Go. Yes chief. ازمه في المتناول. طيب استمر. شايف يعني لازم تخلص 4 معارك، يعني يعني بقول لك معركه واحده بس لازم تخلص 4 معارك. مع اني يعني وجهتهم لهون يجي لهون على المركز هذا، بس هم هجموا على جماعه فاضل عشان ما فيهم مش يعني يقطشوهم ثم يعملوا معركه. Clear,
قوة واحدة بس قوة طاقة صاروا خمسة والله طلع خطوات مين واحد هاي أخذنا فيكتوري ثاني طيب أرجع للغزوة يعني ظل معركتين حتى نفوز فيها طيب استمر راح أخلص المعركة وأوقف صراحة مش طول الفيديو يعني طول الفيديوهات الماضية كانت طويلة كثير كانت أكثر من 20 دقيقة مش كاسع يكون الصوت واطي كثير بقول راح اطول راح ما اطولش الفيديو انا خلص احاول اخلص بسرعه يعني بس اخلص الغزوات وبس طيب صراحة أنا شغلت شوي تركت الموبايل ورحت كان لازم أخلص الغزوات أو القوات يعني خلال وقت معين بس أنا تركته وفليت فكان لازم أني أهجم عليهم قبل ما أروح طيب أبدأ من جديد فنبلش من جديد بسرعة هجوم خصوم يعني المفروض انت تخلص خلال الوقت اللي معطينا اياه الوقت اللي معطينا اياه بس دقيقتين و50 ثانيه يعني تجاوز الوقت بكثير بس هم مش قوات كثيره يعني عباره عن 6 قوات يعني آه خلصنا اول وحده هو في شغله حلوه بالمشاة انت فيك تعمل لهم خندق المشاة اللي معك يعني بس عليهم تعملهم تنشيط مخابئ فالمفروض انه يعني يخف الدم تبعهم او يخف نزيف الدم تبعهم مش عارف ايش القوات كليات بس تفرز بعد خلاص فزعوا لازم تقول لهم كلياتهم انهم يهجموا امشيش حل تقول لواحد يهجم الباقي لازم تحدد من تحديد الكل نهجم خصونا والله ثلاث قوات يلا فرجونا شطارتكم حلو قاعدين بيطيروا الناس شوف وقتك واحدة بس طيب دمرنا جميع قوات رافل طيب ظلت مهمة واحدة المفروض نخلصها ونخلص الفيديو بس صراحة يعني 70% يغلبوني هسه بكون بدون تقنية وحدات لأن المعركة الأخيرة بتكون كبيرة شوي يعني وبتكون فيها مشاكل كثيرة فعلى أغلب أنهم يهزموني في هذه في هذه المرحلة يلا معركة تعال نشوف شو بدنا نسوي وراك تدمير رافن والدفاع عن موسكو تدمير رافن والاختراق طيب وين نهجم صراحة مش عارف وين نهجم يعني يمكن لازم نهجم هو خلينا نهجم على نخترق نحاول نخترق قوات رافع تدمير رافع ودفاع عن موسكو طيب انا شايف صراحة انه هو نهجم على هاي يعني مش حدد كل محدد كل شو طيب اهجم على هذا يا جماعة يعني قصدي وحدات المشاة هاي انت فيك تعملها شو تعملها مثل السكنة بس تكبس عليها وقول لك تنشيط المخابئ يعني المفروض انك توفر شوية دم هسا عملوا لي شو انه سكنات توم تصير مثل سكنات رافل المفروض انه ما يستهلكش الدم يعني مثل ما يستهلك يوم يقوشوا علي بشكل عادي طبعا بدك تخلص يعني بدك تفك المخابئ كمان تقدموا دمروا اخذوا على مواقع مدينة رافع عمد تعيد رافع اخفاء يلا طيب يلا هجموا هون هجوم مش عارف ليش الوحدات كلها ما تتحركش معي اقول لهم انه يهجموا هون يا اخي احنا هجمنا وحدة واحدة وسع
حسب يلقوا عن جماعة راحهم. المشكلة صراحة الكمبيوتر تحكمه سيء شيء، الصورة سيئة والدقة سيئة، ما في شيء جيد صراحة، ما في شيء مشجع يعني. ظلت هات شو برج رافن، بس ندمر برج رافن تنتهي المعركة. هاي برج رافن أقرب ينخلص ضمه. ها فيكتوري، قضينا على برج رافن الحمد لله. ها جيران شوز معصب. انا ما تخطي. فيكتوري خلصنا. طيب صراحه لو بديش اعمل فيديو طويل هيك، عشان الفيديو صار طويل كثير، خلينا نوقف هنا ونكمل بالفيديو التالي تختيم مستويات. او بس خلينا ناخذ مكافاه الفصل بس، عشان ما بديش استمر، بس خلاص بكفي. هاي الفصل خلصنا، هاي حصول عليه مكافأة الغزوة. المفروض يعطوك اياها بدون ما تسوي غزوة يعني، بس تروح على الغزوة في مكافأة للغزوة، هاي المكافأة تفوت عليها بعطوك اياها وبس. طيب اخذنا مكافأة الغزوة خلاص حاجة. طيب حصلنا عليه، هسه مهمات الفصل، مكافأة الفصل. حصلنا على 5,350 ذهب، حصلنا على الضابط الذئب الابيض كمان. طيب وصلنا على الفصل السابع، راح اوقف الفيديو هون. انا يعني صراحه يعني كنت افضل يعني كنت احاول اني مع كل فيديو ارقي مستوى، بس ما يعني شوي شوي بصير السوالف صعبه كثير صراحه يعني. حاليا بعد المستوى الخامس حتى ارقي الى المستوى السادس بدي وقت طويل، فعشان يصح اوقف الفيديو هون ومتابع بالفيديو التالي تختيم المستوى الخامس اللي احنا فيه. نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.